شاركت السيدة انتصار السيسي في احتفالات اليوم العالمي للمرأة تحت شعار المرأة المصرية أيقونة النجاح. وأكدت السيدة انتصار السيسي حرص الرئيس السيسي على مدار السنوات الماضية على الاهتمام بكافة بمكانة المرأة المصرية وتقدير دورها في المجتمع، حتى أصبحت تتولى مناصب حيوية لم تكن متاحة لها من قبل. كما أعربت عن خالص تقديرها لكل امرأة حول العالم، خاصة المرأة المصرية، داعية الشابات المصريات للتمسك بأحلامهن حتى يتم تحقيقها.